أنا الحقيقة عارفة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، عارفة طريقة تفكيره يعني، وهو من الناس الأفاضل العظيمة اللي موجودين في بلدنا، وعارفة إن هو مدرك قد إيه تكريم أطباء وممرضي وعاملي مستشفى الحسين الجامعي شيء يدي قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا للناس، يدي كبيرة جدا للعاملين في المستشفيات، قيمة كبيرة جدا لمجتمع وكل المؤسسات التابعة للأزهر. أنا أتمنى أنه يتم تكريم رسمي لكل العاملين في مستشفى الحسين الجامعي عشان العاملين. بشكركم شكر جزيل، وبقدم كل التحية والاحترام دكتور أحمد عبد العال، دكتور أيمن حلمي، دكتور محمد عمر، دكتور أيمن، دكتور محمود، عمرو عبد الفتاح، عيشة يوسف، ومحمد صابر.